روى لي تلك القصة من وقف عليها بنفسه. قال لي في أحد الأيام وأنا أقوم بتوصيل زوجتي إلى عملها، عدت ولاحظت بجانب الطريق مجموعة من الفتيات قد لبسن لباسا لا ينم عن الحياء والحشمة. وقف بجانبهن سيارتان فيها ثلاثة من الشباب، وإذا ببعضهم يحاول إدخال بعض هؤلاء الفتيات إلى السيارة بالقوة. قال فوقفت ونزلت وأتيت إلى هذا الفتى وقلت ماذا تفعل؟ قال لا دخل لك في الموضوع يا أخي اتركنا. قلت لن أترككم. قال يا أخي البنات سكرنات ونحن كذلك على سكر فاتركنا. قال فلما شممت رائحة الرجل والمكان والسيارة وإذا فعلا هي رائحة الخمر فاشمأزت نفسي واقشعر بدني، فقلت له لو كان الأمر كذلك فلن أتركه، ألا تتقي الله جل وعلا في نفسك يا رجل؟ قال أنا شاب لا دخل لك بي، عندي منصب عندي مال، اذهب دعنا نتفاهم مع هؤلاء الفتيات. قال فقلت له لا أترككم. فلما كنا كذلك إذا بسيارات أخرى من المارة لما رأوا التجمهر وقفوا حولنا، ويبدو أن الفتيات خشين من الفضيحة، فركبنا السيارات مع هؤلاء الشباب وانطلقوا جميعا. قال فانطلقنا خلفهم وساروا، ثم سبحان الله انحرفت السيارة بهم فانقلبت السيارة بمن فيها. قال فوالله لقد رأيت من في السيارة يتطايرون ويتقاذفون مع أبوابها ونوافذها. قال فلما أتينا فإذا بإحدى الفتيات قد فارقت الحياة وأختها تبكي عندها وقد فقدت شيئا من أعضائها. فنظرت إلى السائق الشاب، قال فوجدته بعيدا عن السيارة وهو غارق في دمائه يا الله. قال فمن كان فيه شيء من رمق الحياة قمنا بنقله إلى المستشفى. وبعدما انتهى الأمر اتضح أن من هؤلاء الفتيات من كن يعاكسن هؤلاء الشباب من منطقة أخرى تبعد عن هذه المنطقة 500 كيلو، وقد أتينا من تلك المنطقة إلى هذه المنطقة لهذا الفعل القبيح ولهذا الشراب القبيح، وهم يجتمعون في تلك الاستراحة، لا بئس ذلك الاجتماع. ثم مات من مات منهم على تلك الخاتمة السيئة. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا وخاتمة المسلمين. كانت تصارعني كف الهوى جنوبا فأرتمي بائسا في حضن موجاتي. والله إنها عبرة، انظروا 500 كيلو تسير لمعصية الله عز وجل. أي استهتار بالأعراض، أي استهتار بمعصية الله عز وجل. هل كان يدور في خلد هذه الفتاة أنها ستموت على معصية الله ومع هؤلاء السكارى؟ والله لو كانت تثق بذلك ما فعلت إلا أن يشاء الله. إنها معضلة الإعراض عن ذكر الله وعن مراقبته وعن الاستعداد للقائه. ولما كانت هذه حال الفتاة كانت هذه خاتمتها. نسأل الله أن يعفو عنا وعنها وعن المسلمين. وهذا والله فيه من العظة والعبرة ما يجعل كل شاب وفتاة يفكر 1000 مرة قبل أن يعتدي على عرض بمكالمة أو برقم أو عن طريق انترنت أو عن طريق الأسواق. بعض الشباب والشابات يقولون هكذا نضيع أوقات ما نقصد، لكن هذه خطوات الشيطان خطوة خطوة حتى يقعون في الموبقات من الزنا واللواط، أعوذ بالله من ذلك. إنها الموبقات التي تهتز لها الجبال ويقف القطر بسببها.